السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة طلبت مني كثيرا، وصفة بسيطة جدا بمكونات بسيطة جدا لتبييض وترطيب اليدين والقدمين. أيضا هذه الوصفة تساعد أو تعالج الخطوط والتشققات الموجودة في القدمين، أيضا تعطي بياض جميل جدا ونعومة مثل أرجل الأطفال الصغار أو أقدام الأطفال الصغار. بالنسبة لهذه الوصفة تصلح لليدين وتصلح أيضا للقدمين. تقريبا من الاستعمال الأول سنلاحظ نتيجة مذهلة، خاصة الناس الذين يعانون من تشققات بسيطة جدا. أما الناس الذين يعانون من التشققات العميقة، ممكن أنني نكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات وسنحصل على النتيجة المطلوبة بإذن الله. بالنسبة للمكون الرئيسي في هذه الوصفة وهو زيت الأكل النباتي أو زيت الطعام، يعني الموجود الذي نستعمله في الطبخ، وأكيد سأضيف له بعض الإضافات البسيطة جدا. سأدخل مباشرة في طريقة عمل هذه الوصفة، فيها خطوتين أساسيتين ومهمتين جدا. قبل ذلك أتمنى منكم، يعني لن تخسروا أي شيء، لايك وشير الفيديو دعما لي وحتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد الاشتراك في القناة، وسأحاول إن شاء الله إفادتكم بأحسن الوصفات. وانتظروا مني في الأيام القادمة إن شاء الله مجموعة من الفيديوهات البسيطة والناجحة بإذن الله. نبدأ في المرحلة الأولى وهي مهمة جدا، وهي المرحلة تقريبا مثل التقشير، خاصة للناس الذين يعانون من تشققات عميقة جدا. أول شيء نحتاج إناء كبير جدا حتى أستطيع أن أضع فيه اليدين والقدمين. نضع فيه كمية من الماء الدافئ، ضروري جدا أن الماء يكون دافئ. ضروري جدا أن الإناء يكون عميق حتى يصل الماء إلى كافة أطراف القدمين، وأيضا ممكن قلت نستعملها لليدين أيضا. ثم سأضيف المكون الثاني وهو الخل، الخل العادي، خل الطعام. نضيف تقريبا نصف كوب من خل الطعام. مقدار نصف كوب من خل الطعام، أي نوع من الخل، الخل الأبيض أو الأحمر، يعني نفس الشيء. بعدها نضيف مكون آخر أيضا مفعوله قوي جدا خاصة في التبييض، وهو خميرة الحلويات أو الخميرة الكيميائية. نضيف تقريبا كيس كامل من خميرة الحلويات. هذه المرحلة مهمة جدا وتساعد كثيرا في تسريع مفعول الوصفة. نخلط المكونين جيدا مع بعض بهذه الطريقة، وثم نقوم بوضع القدمين في هذا الماء تقريبا مدة من 10 دقائق حتى ربع ساعة، حتى نحس أن الجلد أصبح لين وطري. ممكن أننا نأخذ قطعة خشنة ونقوم بتقشير المنطقة الخشنة الموجودة في القدمين. أما الناس الذين لا يعانون من تشققات عميقة جدا، ممكن أننا نستغني عن هذه المرحلة ونستعمل المرحلة الأخرى مباشرة. بعد ما نكمل هذه المرحلة نقوم بتجفيف القدمين جيدا، ممكن أيضا أننا نضع اليدين فيها. ونأتي إلى المرحلة الثانية وهي عمل الماسك. بالنسبة لهذه المرحلة هي عبارة عن ماسك مرطب ومبيض ومزيل للتشققات يعالجها بعمق. المكون الرئيسي في هذه المرحلة قلت هو زيت الأكل أو زيت الطعام. سنحتاج إلى إضافة تقريبا 4 أو 5 ملاعق من زيت الطعام، 5 ملاعق كبيرة من زيت الطعام.
بعدها نضيف المكون الآخر وهو جل الصبار أو جل الألوفيرا. بالنسبة لجل الصبار، إذا توفر عندنا جل الصبار الطبيعي، يعني الذي نستخلصه من النبتة، ممكن أننا نستعمله ويكون أحسن. أكيد المكونات الطبيعية أحسن بكثير من المكونات الصناعية. يعني نأخذ نبتة جل صبار ونستخلص منها الجل ونستعمله في هذه الوصفة. بالنسبة لمفعول جل الصبار، له مفعول قوي في علاج خلايا التالفة الموجودة في القدمين، أيضا يرمم الخلايا ويبيض ويرطب البشرة. نقوم إذا لم يتوفر عندنا الطبيعي نستعمل الجاهز. ضروري جدا أنه نختار النوعية الجيدة، يعني نشتريه من عند العطار أو من الصيدلية، نشتري نوعية تكون جيدة. نضيف ملعقتين كبيرتين من جل الصبار أو الألوفيرا جل، ملعقتين كبيرتين، ونخلط جيدا المكونين. بالنسبة إذا استعملنا جل الصبار المصنع، ممكن أننا نحتفظ بهذه الوصفة يعني في علبة مغلقة ونستعملها للاستعمال المتكرر. أما إذا استعملنا الطبيعي، يعني لا نستطيع الاحتفاظ بها مدة طويلة. بما أني استعملت الجاهز، يعني ممكن أنني نحتفظ بها مدة طويلة جدا. الآن نمر إلى مرحلة أو طريقة الاستعمال. بعد عمل الحمام المائي للقدمين ولليدين وتجفيفهما جيدا، نقوم بأخذ كمية من هذا الخليط ونضعه على القدمين واليدين بهذا الشكل، ونقوم بعمل حركات دائرية بهذه الطريقة. نركز على المناطق الخشنة جيدا، ونقوم نحاول أننا إدخال هذا الخليط في مناطق التشققات. بعدها نغطي القدمين بغطاء بلاستيكي ونرتدي جوارب قطنية، ثم نتركها يعني مدة طويلة. كل ما تركناها مدة أطول، كل ما كانت النتيجة أقوى وأسرع، ممكن ساعتين 3 ساعات، ممكن حتى نستعملها في الليل وفي الصباح نقوم بغسلها. من أول استعمال ستلاحظون النتيجة المطلوبة بإذن الله. إذا كانت قلت تشققات عميقة جدا، نضطر أننا نعيد هذه الوصفة مرتين أو 3 مرات حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. هذه هي وصفة اليوم، وصفة جميلة جدا ومفيدة جدا، جربوها ولن تندموا. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.